مرحبا حبايبي، اليوم بدنا نعمل مع بعض طريقة تحضير شوربة العدس. شوربة كتير طيبة ومغذية وصحية، وبتنفع كمان تعملوها برمضان. لنبلش الطريقة مع بعض. بسم الله. أول شي عنا مي، كوب عدس، هيدا العدس اللي بدنا نستعمله للشوربة اليوم. جزرة حجم كبير قشرتها وقطعتها بهيدا الشكل. بصلتين حجم صغير قطعته ناعم. كمان 3 معالق طعام زيت زيتون، حوالي 5 معالق طعام زيت نباتي، ملح، نص ملعقة صغيرة كمون، نص ملعقة صغيرة كركم عقدة صفرة، مكعب ماجي، وربع ملعقة صغيرة فلفل أسود. بدنا نغسل العدس ونصفيهن. أول شي حطي الزيت بالطنجرة، كمان البصل، بقليهن على الغاز، بحط شوية ملح، نحن بنحط شوية ملح مع البصلة عشان ما تحترق البصلة. بس قليت البصلة وصارت بهيدا الشكل، هلأ اضيف بطاطا نسينا نحط لكم اياها مع الوصفات الباقية. حطينا حبة بطاطا حجم صغير. الجزر بقليهم شوي. نضيف الماجي والبهارات، كوب ماي، بتركن لتغلي المي مع بعض. بس غلت المي بضيف العدس، بنحركن مع بعض وبضيف فوقن 5 اكواب مي، كوب، 2، 3، 4، 5. حطينا 5 اكواب مي، حط ملح. هلا بتركن يغلوا مع بعض. بس غلى العدس عنا بهذا الشكل، هلأ منخفف الغاز درجتين. يعني عنا الغاز، أنا عندي الغاز أعلى درجة على 6، حطوه على 4. منترك العدس ليستوي تماما على نار خفيفة. بعد حوالي 35 دقيقة من نضيف على الشوربة زيت زيتون، كمان نص كوب صغير عصير حامض، عصير الليمون. استوت عنا كل المكونات، هلأ منطفي الغاز. بدي طفي الغاز عشان بعد شوي بس يبردوا بحطهم بالخلاط. بس صارت عنا الشوربة بحرارة الغرفة، رح نحطها بالخلاط ونخلطها ناعمة. بسم الله. ما فينا ناعمة هي وسخنة، عشان بتعمل ضغط، العدس بيعمل ضغط وبيطرش بالمطبخ. لازم ننطر لتصير بحرارة الغرفة. حطينا نص كمية الشوربة، هلأ بنعمهن وبرجع بنعم الكمية الباقية.
هيدي الشوربة بعد ما نعمناها صارت بهيدا القوام. هلأ بدنا نحطها بصحن أو بكاسي. هلأ حمينا الزيت، بعد ما حميت الزيت بدي أقلي خبز لبناني مقطع بهيدا الشكل. هيدا الخبز كتير طيب مع الشوربة، ممكن إذا حبيتوا بتحمصوهم بالفرن او على الجريل، ما في اي مشكلة. هيدا الخبز اخذ اللون المطلوب، هلا منشيله من الزيت. هيدي الشوربة اللي عملتها أنا وياكم، بتمنى الطريقة تكون نالت إعجابكم، وتعملوا لايك وشير للفيديو، والمشاهدين الجدد يشتركوا بصفحتي، وإن شاء الله بشوفكم بالفيديوهات الجاي. باي باي أحبابي.